شوشو. الو الو، مرحبا. مرحبا، كيف حالك يا اختي؟ الحمد لله تمام. انت وكيلة الجمهور معنا هذا الاسبوع، المساحة لك الان، ايش حابة تقولين؟ انا حابة اقول للشباب على ما كثروا طول الايام. ترى الصوت مو واضح عندي يا منيب، تفضلي. حابة اقول للمتابعين كلهم على ما كثرتوا طول ايام البرامج، واي احد يقول لكم انكم مو خامسة نسخة لا تنسوا له، ويقول لكم نسخة للامتحان يكون طرح مساكم، قال انكم تعبتونا طول اليوم اللي راحت ومستهين وما تنسوا. يا سلام. حتى كل الفلسفة انه لولا الفلسفة كانت مرحلة واخذت صداقة وكل شيء يتخيلها. يا سلام. تفضلي. النقاط يا شوشو توزعينها على من؟ النقاط ودي تعطيهم كلهم ولا يستاهلون؟ يستاهلون كلهم، لكن تبغي تعطين من اخترتي؟ انت معك كم نقطة الاسبوع هذا؟ 1200؟ 1200 تهدينها لمن؟ بعطي للشيخ الجامعي. ايه؟ مخلف الحصاني. لا واضح عندنا. ايوه تفضلي. تمام. يا سلام. شو تمام، عشان في مشكلة عندك في الصوت، الصوت مو بواضح مرة. تمام. النقاط فضلا لا أمرا تكتبينهم بتغريدة، تمام، وتمنشنيني وتمنشنين حساب القناة عشان أسوي لك تويت فيها. وشكرا لمداخلتك، كنت وكيلة الجمهور هذا الأسبوع. إن شاء الله أن الشباب سمعوا الكلام وفهموا نصحها. لا هي تقول أنا الشباب ها إيه، لكن الكلام الصدق. النقاط انا بسوي ريتويت والاخوان بيجمعونها. سمعت تقول اهدي نايف. نعم، هي قالت انه الشباب فيصل وذكرت نايف وذكرت ظاهري وذكرت ايضا عايض وذكرت معاذ انه ادائهم الاسبوع هذا كان مميز، تقول ابغاهم يادون اكثر واكثر. ملاحظاتها كانت على خلف وعلى عامر منير، تقول انا سويت انا اتفق معها الصراحه.